المباراه اهميه المباراه تطلب انه المنتخب الجزائري يدخل بالتشكيل الاساسي، يعني ربع نهائي ضد المنتخب المغربي المنتخب قوي، لازم تدخل بكامل القوة تاعك. اظن اللاعبين اللي المهمين اللي في الفريق الاول هما بولحي بالعمري وبليلي وبنجح، اربع لاعبين يعني ما كانش تاثير كبير على 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 المنتخب الاول. اظن انه اذا كان بنجح يعني يرتاح من الاصابه تاعو لازم يكون موجود، بليلي بطبيعه الحال بدرجه اقل بالعمري لانه ممكن يعني خط الدفاع وسط الدفاع بدران وتوغاي ابانوا على امكانيات كبيره في المباراه السابقه، يعني يمكن يدخل بالعمري ممكن لا، اذا دخل يعني بالعمري نعرفوا القيمه تاعو، واذا ما دخلش معنا ما نخافوش يعني دفاعيا توغاي وبدران. هجوميا بنجاح من المفروض يكون جاهز سيتدرب ان شاء الله، اذا كان جاهز ان شاء الله يدخل، يعني المفروض التشكيل يكون نفس المباراه بدخول مريزاق يعاود يرجع لمكانه، دراوي هو اللي راح يكون يعاود يرجع يخرج سوداني ومزياني تعتبر ربما ممكن دخول سعيود، لا ممكن رأيك. ممكن جدا سعيود يدخل سعيود كإضافة في خط الهجوم.